أفضل ناس تتكلم عن المركز هنا وتتكلم عن احتياجاتها وتتكلم عن الأنشطة اللي موجودة وإزاي بيقدروا يستفيدوا منها فكرة المشروع هم الشباب نفسهم، وعشان كده حبينا إن نتكلم معاهم ونشوف إزاي بيستفيدوا من المكان. ومعانا مينا، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مينا أمير، بكالوريوس نظم معلومات. جيت المركز هنا بيعتبر حد كان من زمايلي رشح لي ان انا اجي هنا، يعني اللي هو المكان كويس وبيشرحه كويس هنا، فاضطريت يعني قلت ان انا اجي اتفرج او اجي اشوف الدنيا هنا فيها ايه، وكنت جاي ان انا اجرب مثلا يوم او كده، ولو ما فهمتش مش هكمل. بس انا دلوقتي في اخر يوم يعتبر. في اللي رشح لك الفكره او المكان هنا احد اصدقائك؟ اصدقائي. تمام. انت كنت محتاج ايه يا مينا؟ يعني كنت بتدور على ايه؟ يعني كتير من الشباب بيدوروا ياخدوا كورس انجليش، ياخدوا كورس كمبيوتر، وبياخدوه بعدين الموضوع بيتركن زي اي حاجه وبتتنسي، او بنستخدم منها الحاجات البسيطه الخفيفه في مجال الشغل. انت كنت بتدور على ايه ولقيته لما جيت هنا؟ هو انا اول ما اتخرجت من نظم معلومات المفروض انا اصلا دارس برمجه، فانا ما كنتش فاهم اي حاجه، انا خارج مش فاهم اي حاجه لغايه خلصت الجامعه وانا مش فاهم، كنت بمتحن بس. انا كانت الجامعه بفلوس او كده، فكنت بشتغل عشان اجيب الفلوس، فكنت مش فاهم اي حاجه. فكنت نفسي ابدا برمجه بس مش عارف ابدا منين، مش عارف الخطوه اللي انا هبداها منين، وغير كده ان البرمجه اسعارها غاليه جدا، او اللغات بتاعتها غاليه، ولغات كتير مش لغه واحده، ده كذا لغه، وعشان اتعلم حاجه لازم اخد معاها مجموعه لغات كتير قوي. فلما عرفت ان هنا في لغات ويعتبر من غير فلوس خالص، او اللي هي فور فري يعتبر، او ما اسمهاش رمزيه كمان، اللي هي الرمزيه ديت اللي هي مثلا نقول 100 200، لكن دي اصلا ما فيش فلوس، اللي هي 30 جنيه هنا مش حاجه يعني. فانا جيت هنا على اساس هو HTML هيخلص في حوالي اسبوع، فانا مش متخيل اللي هو كورس كامل HTML و CSS الاثنين مع بعض يخلصوا في 5 ايام. موضوع صعب، او انا شايفه كنت شايفه بالنسبه له صعب، بس لما جيت هنا ولقيت الشرح هنا لا، الموضوع بسيط جدا والموضوع سهل جدا، وبنشرح وبنعمل عملي بايدينا، فلقيت الدنيا حلوه من اول يوم. وانا قررت ان انا هكمل، مش هكمل كمان اللغه دي بس، لا ده لو في اي لغه او في اي حاجه تانية هنا انا موجود هنا على طول. يعني بعد ما انت خلصت فترة التدريب دي للبرمجة، وانت كان نفسك ان انت في الاخر، عايزين نقول انك تبقى فاهم حاجة انت درستها وما قدرتش انك تستوعبها في فترة دراستك، بتفكر تكمل هنا في المركز تدرس حاجة تانية، ولا بتفكر تطبق ده في شغلك، تستفيد من اللي انت تعلمته ازاي؟ انا اول حاجة ان انا مش هقف هنا، يعني انا خدت ال HTML هنا، فانا مش هقف عليه، لا ده انا هكمل، ده انا هكمل بعد كده. وهنا في كورسات تانية، يعني في مفروض في نص 10 او في اول 10، مش فاكر الميعاد بالظبط، هتأكد منه، في سي شارب دي لغة تانية، فحاجة تانية. ده غير كده ان كل شوية في حاجات تانية، غير كده اصلا مش لغات بس برمجة، ده انا في تنمية بشرية انا لسه عارفه، فانا برضه هدخل في التنمية البشرية. الحاجات كلها كويسة عندنا هنا ومتاحة ومكثفه، مش كلمه مكثفه انا ما بفهمش، ده مكثفه وبفهم كل حاجه، كل خطوه بخطوه، حتى لو ما فهمش بيتعيد معايا مره واثنين وثلاثه، ودوت هبدا اتعامل فيه بشغل، بدل ما انا ما بحبش الشغل التقليدي او الشغل اللي انا كنتش حابه، انا حابب البرمجه فعايز اشتغل فيها. فمن هنا تبقى اول نقطه ان انا ابدا اشتغل في دوت، واي حاجه انا متاكد لاي حاجه انا مش هبقى عارفها او هتبقى موقفاني، يعني معانا دكتور روبرت هنا قال لنا في اي لحظه كلموني في اي وقت. عندنا ناس تانية هنا، عندنا لغات تانية هنا اقدر اخدها واقدر استفاد بالحاجه اللي انا وقفت قدامي عشان ابدا اطور من نفسي وكده. انا طبعا بتمنى لك كل التوفيق، وسعيده بالكلام اللي انت قلته، مدى استفادتك من المكان، وهتقول لي رساله اخيره توجهها لكل الشباب اللي بيشوفوا البرنامج، حابب تقول لهم ايه؟ لو انت نفسك بجد في برمجه، في تنميه بشريه، في اي حاجه، تعالى المركز هنا. المركز هنا بيوفر لك كل حاجه، مش كده وبس، بيوفر لك فور فري، هي حاجات رمزيه جدا. فربنا معاكم وتحققوا اللي انتوا نفسكم فيه. يا رب تحقق كل اللي نفسك فيه، وشكرا ليك. شكرا يا فندم. لسه مكملين لقاءاتنا مع الشباب، وهنشوف مجموعه تانية وناس تانية وهم بيدرسوا هنا، ويمكن احنا جينا لقينا الناس عندها التست او ده اليوم الاخير بالنسبه لهم، ودي كانت ميزه نشوف فتره الدراسه او فتره الكورس على مدار اسبوع قدروا يحققوا النتيجه اللي كان نفسهم فيها ازاي. خليكم معانا.